السلام عليكم، صباح الخير يا شباب او مساء الخير وقت ما تسمعوا الفيديو ده. عاملين ايه كده؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. في الفيديو ده هنتكلم على الجزء العملي الخاص بموديول الاميون والبلاد والليمف، مادة الباراسيتولوجي. تمام. طيب عشان بس نتكلم، او الكلام ده انتوا كنتوا عارفينه قبل كده وخدناه في الترم الاول وخدناه في الموديولات اللي فاتت، ولكن تذكرة سريعة كده. انواع الاسئلة اللي ممكن تجي لك في الباراسيتولوجي هو 3 انواع اسئلة. هيجوا التلاتة؟ لا مش شرط، ممكن يجي سؤالين من تلاتة، ممكن يجي سؤال من تلاتة، ممكن يجي التلاتة، ولكن احنا بنتكلم على الفاريشن بتاعت الاسئله اللي ممكن تيجي لحضرتك. انت عندك 3 اسئله او 3 احتماليات من الاسئله. السؤال الاول اللي 100% لازم يجي لك ايدنتيفاي ذيس سلايد، يقول لك اتعرف على السلايد اللي قدامك، وده اجابته بتكون عباره عن الاسم كامل. يعني انت حضرتك تكتب اسم الشريحه اللي قدامك كامل، وهعرفك دلوقتي ازاي تكتبه كامل، او انت عارف ولكن هفكرك. المعلومه الثانيه هاو دو يو نو او هاو تو دو ايدنتيفاي، هنا ساعتها هو بيسألك انت عرفت ازاي. يعني انا مثلا عرفت والله ان الشريحه اللي قدامي دي بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. طيب هيقول لك انت عرفت ازاي انها رينج ستيج، او عرفت ازاي انها بلازموديوم. ساعتها انت لازم تكتب حاجه اسمها الكومنت، وده اللي هيبقى موجود في مذكره العملي اللي انا هنزلها لك. تمام. فده كومنت بيبقى عباره عن ايه؟ نفس الكلام اللي احنا بنقوله بالعربي بس بنترجمه للانجليش. يعني لو تفتكر زي موديول الديزيز والديفنس لما كنا بناخد الكومنتات، كومنت الوينج، كومنت الاريستا، كومنت الماوث بارت، لو انتوا فاكرين كان نفس الكلام بس بدل ما كنا بنقوله بالعربي هنكتبه ان انجلش، وده بيبقى عباره عن جملتين او 3 بيتكتبوا وخلاص. طيب السؤال الثالث بقى يسالك على اي حاجه لها علاقه بالنظري، اي سؤال له علاقه بمنهج النظري، سواء كان انفكتيف ستيج، دايجنوستيك ستيج، مود اوف انفكشن، ايا كان، ايا كان السؤال، قول لي يا ابني الهابيتات بتاع الدوده دي، قول لي التريتمنت بتاع البروتوزوا دي، وهكذا. تمام. طيب ازاي بقى يا دكتور نكتب الاسم كامل؟ ازاي نكتب الاسم كامل؟ ايه اللي يخلينا نعرف او نتاكد ان احنا كاتبين الاسم كامل؟ عشان تكتب الاسم كامل لازم تمشي على 3 خطوات ورا بعض. 3 خطوات ورا بعض، ايه هم يا دكتور؟ اول حاجه لازم تكتب اسم العيله، والاسم العيله ده بيكون عباره عن الحرف الاول كابيتال. يعني مثلا لو في موديول البلاد والليمف احنا خدنا ايه؟ خدنا عيله اسمها ويشيريريا، خدنا عيله اسمها بلازموديوم، خدنا عيله اسمها بيبيشيا، خدنا عيله اسمها ترايبانوسوم. فده بيبقى اسم العيله، فبنكتبه في الاول، ودايما بيكون الحرف الاول بتاعه كابيتال. فاشيولا، مش عارف، وشيريريا، بلازموديوم، ايا كان. رقم 2 بنكتب اسم الفرد. دايما اي دوده لما كنت بقولها لك ما كنتش بقول لك اسم واحد بس، كنت دايما بقول لك اسم تاني. يعني وشيريريا بانكروفتي، بلازموديوم فالسيبارم، بيبيشيا مايكروتياي، ترايبانوسوم بروسي او ترايبانوسوم كروزي، على حسب. احنا كنا دايما بنقول اسم الدوده او اسم البروتوزوا بيتكون من مقطعين، فانا بكتب المقطعين دول. المقطع الاول بيمثل اسم العيله وبيبقى حرف كابيتال، المقطع الثاني بيمثل اسم الفرد وبيبقى حرف سمول. يعني انت اسم الدوده اللي انت حافظها هتكتبه في صوره كلمتين، الكلمه الاولى تبقى انت عارف انها اسم العيله، الكلمه الثانيه تبقى اسم الفرد. طيب المره رقم 3 بكتب بقى المرحله اللي قدامي. يعني انا مثلا جايب لي في البلازموديوم مثلا مرحله اسمها رينج ستيج، في الوشيريريا بانكروفت جايب لي مرحله اسمها مايكروفلاريا، في الترايبانوسوم جايب لي مرحله اسمها بروماستيجوت، في الليشمانيا مثلا جايب لي مرحله اسمها اماستيجوت. بكتب اسم المرحله اللي قدامي، ما بعملش حاجه غير كده، بقول له والله ليشمانيا اماستيجوت، وشيريريا بانكروفتي مايكروفلاريا. فيبقى احنا بنكتب يا دكتور اسم العيله، ده اساسي لازم يتكتب. اسم الفرد احيانا ممكن نستغنى عنه اذا كانت كل الافراد بنفس الطريقه، ممكن ما نكتبوش. يعني لو انا اصلا محفظك الدوده او البروتوزوا اسم واحد، بكتب الاسم واحد ده يغني عن الاسمين. وبعد كده اسم المرحله، اسم المرحله دي لو احنا بنتكلم على هيلمنت بتبقى يا اما ايج يا اما لارفا يا اما ادلت، لو بنتكلم على بروتوزوا يا اما سيست يا اما تروفوزويت يا اما ماستيجوت برو او او ترايبو او ايبي، يا اما سبوروزويت يا اما اوسيست، على حسب بقى كل واحده لها قصه كده، هنعرف مع بعض ايه القصص بتاعتنا. طيب افتح بقى المذكره قدام حضرتك كده، افتح لي كده مذكره العملي وتعالى يلا نبدا بسم الله العملي اوف الاي بي ال باراسيتولوجي. طيب المنظر اللي قدامك ده يا دكتور دول عباره عن دودتين، دول عباره عن دوده اسطوانيه، دي الدوده اللي اسمها وشيريريا بانكروفتي. القصير منها اللي بيبقى له كيرفد اند ده الميل، القصيره اللي بتبقى حوالي 4 سم ولها كيرفد اند دي الميل، لكن الطويله وبتكون ستريت اند دي الفيميل، يبقى دي اسمها وشيريريا بانكروفتي ميل، دي اسمها وشيريريا بانكروفتي فيميل. ده بتكون 4 سم، الاثنين طبعا سلندريكال ورم، الاثنين عباره عن ديدان اسطوانيه، فلو طلب مني كومنت يبقى سلندريكال ورم، هتقول ان دي 4 سم وبيبقى لها كيرفد اند وبيبقى فيه، شايف النقطتين الخضر دول، دول حاجه اسمهم تو ميل سبيكيولز، دول الاعضاء الذكريه بتاعه الميل ده. لكن هنا هتقول يا دكتور بتبقى عباره عن سلندريكال ورم، بتبقى ستريت اند، الاند بتاعتها بتبقى ستريت، وبيبقى مش عارف بيقول لك تو سيت اوف جينيتاليا، سيبك منها مش مشكله. طيب ايه يا دكتور المنظر اللي قدام حضرتك ده؟ ده عباره عن الوشيريريا بانكروفتي مايكروفلاريا،
اسمها ايه؟ وشريريا بانكروفتي مايكروفلاريا. اسمها ايه؟ وشريريا بانكروفتي مايكروفلاريا. بعرفها ازاي يا دكتور؟ بتبقى عباره عن دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجي. طب كمل كده. دوده اسطوانيه، خلينا بس نظبط تقريبا النت فيه مشكله. طيب يبقى ايه يا دكتور؟ دي اسمها وشريريا بانكروفتي مايكروفلاريا، تمام؟ نعرفها ازاي؟ قلت لك عباره عن دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجي. طيب كمل كده. دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجيه وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. لحد دلوقتي حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كل دول اسمهم وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. طيب نفس الكلام على فكره دي، بس دي صوره ايه؟ بعيده شويه. يعني دي صوره عباره عن بلاد فيلم، النقط دي عباره عن خلايا بلاد، والخط الرفيع ده هي دي المايكروفلاري. هنا مش واضح التفاصيل قوي، ولكن انا لو زومت هتلاقي في نقط بنفسجي، بس انت الصوره هتشوفها كده. فلما تشوف المنظر ده، دي اسمها وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري، تمام؟ طيب بص بقى كده معايا، نفس المنظر ده عباره عن دوده اسطوانيه مليانه نقط بنفسجي، هتقول لي على طول وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. هقول لك بس معلش، دي كده اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. ايه يا دكتور البروجيا مالاي؟ البروجيا مالاي يا اولاد هي نفسها الوشريريا بانكروفتي بس بتاعت شرق اسيا. يعني احنا عندنا الدوده اللي بتعمل اليفانتيزس في مصر اسمها وشريريا بانكروفتي. اللي بتعمل نفس المرض بتعمله ولكن في شرق اسيا اسمها بروجيا مالاي. طب افرق ما بينهم ازاي؟ دي يا دكتور المايكروفلاري هي ماشيه ماشيه ماشيه، ودي النهايه. النهايه دي بيسموها تيل. النهايه دي كده بيسموها تيل. لو لقيت فيه تو نيوكلياي، ادي نيوكليس اهي وادي نيوكليس اهي، يبقى دي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاريا. لكن ببص هنا كده لقيت التيل فاضي ما فيهوش حاجه نو نيوكلياي، يبقى دي اسمها وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. يبقى لو لقيت التيل فاضي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري، لقيت التيل فاضي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري، التيل فاضي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري، يبقى احنا يا دكتور عندنا اثنين مايكروفلاري. لو كان التيل فاضي ما فيهوش نيوكلياي، دي وشريريا بانكروفتي مايكروفلاري. طب لو التيل يا دكتور مليان او فيه اثنين نيوكلياي، واحد واثنين، يبقى دي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. لو لقيت التيل فيه اثنين نيوكلياي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. نفس الكلام لو لقيت التيل فيه تو نيوكلياي، ادي واحده وادي اثنين، يبقى دي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. هما الاثنين الكومنت بتاعهم ثابت، بتقول انها عباره عن شيث، يعني بيبقى عليها شيث، بيبقى عليها غلاف، واحده فيهم التيل هاز نو نيوكلياي، واحده فيهم التيل بيبقى فيها تو نيوكلياي. على فكره برضو دي البروجيا مالاي مايكروفلاري، دي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. هي مش واضحه قوي هنا، مش واضحه قوي، ولكن اهم ادي نيوكلياس وادي نيوكلياس، تمام؟ دي اسمها بروجيا مالاي مايكروفلاري. نفس الكلام هنا برضو، ادي نيوكلياس وادي نيوكلياس، في الاخر كده يبقى بروجيا مالاي مايكروفلاري. طيب ايه يا دكتور اللي قدامك ده؟ ده منظر الاليفانتيزز، ده منظر داء الفيله، الاليفانتيزز. قارن الرجل دي كده بالرجل دي، الرجل دي بتلاقي فيها ثيكنينج، بتلاقي فيها بلاكنينج لون اسود، بتلاقي فيها فيشرنج، بتلاقي فيها زي خطوط كده موجوده في الجلد، يبقى ده اسمه اليفانتيزز. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كده احنا خلصنا كل الهيلمنت، خلصنا كل الحاجات الهيلمنت اللي هي الوشريريا بانكروفتي، عباره عن ثلاث صور، ميل وفي ميل، وصوره المايكروفلاريا وصوره الاليفانتيز، وفي صوره كده زايده معاهم اللي هي البروجيا مالاي مايكروفلاريا. ده برضو منظر الاليفانتيز على فكره اهو، بتلاقي فيه بلاكنينج، وبتلاقي فيه ثيكنينج، وبتلاقي فيه تحت كده ايه؟ فيشرنج، مشقق، الجلد بيكون مشقق. طيب بص كده معايا، ركز معايا في النقطه دي او المعلومه دي لانها مهمه جدا وفي غايه الاهميه. احنا دلوقتي هنتكلم على مجموعات الليشمانيا والترايبانوسوم. الليشمانيا والترايبانوسوم يا دكتور بيشكلوا نفسهم في اربع صور. هفكرك بس بمعلومات النظر. لو تفتكر كان يقول لك ان الليشمانيا بتسجل نفسها في صورتين، ايه هما؟ كان في صوره اسمها بروماستيجوت وصوره اسمها اماستيجوت. الصوره دي كده اللي هي بي دي اسمها بروماستيجوت، بتبقى عباره عن ايه؟ بيكون شكلها فيوزي فورم من شيب، التروفوزويت نفسها شكلها فيوزي فورم من شيب، النيوكلياس موجوده في النص، والجسم اللي خارج منه الفلاجيلا اسمه كاينيتوبلاست موجود انتيريور، والفلاجيلا كمان خارجه انتيريور. يبقى ده شكل اسمه بروماستيجوت. يبقى شكل بي ده لو انا عايز اوصفه اسمه بروماستيجوت، عباره عن ايه؟ فيوزي فورم من شيب، سنترال نيوكلياس، الجسم اللي بيخرج منه الفلاجيلا اسمه كاينيتوبلاست موجود انتيريورلي وخارج منه الفلاجيلا، ده اسمه بروماستيجوت. طب امال الشكل الثاني ده اللي اسمه اماستيجوت. بص كده، بتبقى اوفال ان شيب، اوفال ان شيب، النيوكلياس في السنتر، والكاينيتوبلاست موجود، والفلاجيلا هنا واصله لحد هنا ووقفت، يعني مفيش فري فلاجيلا. هو كلمه فلاجيلا يعني انا عايز الجزء الفري، الجزء اللي خارج بره التروفوزويد. هنا مفيش الجزء اللي خارج بره التروفوزويد، صح؟ يبقى ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه
امستيجوت، يبقى الامستيجوت بتبقى اوفال ان شيب سنترال نيوكليوس، الكاينيتوبلاست موجود اتكتت وخلاص ومفيش فري فلاجيل. دي كده الايه الليشمانيا. طب الترايبانوسوم كانت بتشكل نفسها في ثلاث صور، الترايبانوسوم كانت بتشكل نفسها في ثلاث صور، كان في صوره اسمها بروماستيجوت اهي، او سوري صوره اسمها امستيجوت اهي، ادي صوره الامستيجوت اهي، وكان في صوره ثانيه يا دكتور اسمها ايبي ماستيجوت اللي كانت موجوده في الفيكتور، اللي كانت موجوده في الفيكتور اللي هي عباره عن فيوزي فورم ان شيب سنترال نيوكليوس، والكاينيتوبلاست برضو موجود في السنتر بس جاست انتيريور للنيوكليوس، يعني هو موجود برضو في النص بس مقارنه بالنيوكليوس هو انتيريور وخارج منه فلاجيلا انتيريور. تمام، ده كده شكل اسمه ايبي ماستيجوت. يبقى حرف السي ده الايبي ماستيجوت بتبقى عباره عن فيوزي فورم ان شيب سنترال نيوكليوس، الكاينيتوبلاست موجود برضو في السنتر بس انتيريور للنيوكليوس، وبيبقى فيه فري فلاجيل. طب امال الشكل الرابع؟ نفس الشكل ده بس الكاينيتوبلاست بدل ما هو سنترال بيبقى بوستيريور، ده الشكل اللي اسمه ترايبوماستيجوت. ترايبوماستيجوت تعرف توصف؟ اوصف يا دكتور. بتبقى عباره عن فيوزي فورم ان شيب سنترال نيوكليوس بوستيريور كاينيتوبلاست وخارج منه فري فلاجيل. ها حد عنده مشكله يا اولاد في الكلام ده؟ حد يا اولاد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ طيب لو انت بس عايز تلاحظ، لو انت عايز تفرق في ثلاث فروقات كده ما بين الثلاثه دول، في ثلاث فروقات ما بين الثلاثه دول لو انت خدت بالك. البروماستيجوت الممبرين بتاعه عادي ما فيهوش اي حاجه، اهو ممبرين عادي خالص. لكن الايبي ماستيجوت الحته اللي هنا دي كده، بص الممبرين تحس ان هو معوج، مكان خروج الفلاجيلا تحس ان هو معرج كده، بيسموه انديوليتنج ممبرين. وهنا برضو نفس الكلام، في برضو انديوليتنج ممبرين، ده بيكون لونج ولكن ده بيكون شورت. يبقى يا دكتور لو انا عايز اوصف كل واحده من دول تعرف توصف؟ اه اعرف اوصف، ما عنديش مشكله. هما الثلاثه فيوزي فورم شيب، هما الثلاثه بيبقى فيهم سنترال نيوكليوس، هما الثلاثه بيبقى فيهم فري انتيريور فري فلاجيلم. طب الاختلاف بقى، الاختلاف في الحاجتين، في الكاينيتوبلاست والانديوليتنج ممبرين. هنا الكاينيتوبلاست موجود بوستيريور للنيوكليوس وفي لونج انديوليتنج ممبرين، هنا موجود سنترال انتيريور للنيوكليوس وشورت انديوليتنج ممبرين، هنا موجود انتيريور ومفيش انديوليتنج ممبرين. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بقى ناخد الاشكال بتاعتنا بالظبط. طيب نفس الكلام يا دكتور، ادي شكل البروماستيجوت وادي شكل الاماستيجوت، دي ليشمانيا بروماستيجوت، دي ليشمانيا اماستيجوت. تمام، نفس الكلام برضو، كلها عباره عن صور دايجراماتيك، يعني مش هي الصور اللي احنا ايه هنشرحها ولكن اعرفها بس، دي كده اسمها ايه من وصفها. ادي النيوكليوس اهي، وادي الكاينيتوبلاست قدام، وادي فري فلاجيلا، يبقى دي اسمها بروماستيجوت، دي في الليشمانيا، بالليشمانيا بروماستيجوت. قلبت اوفال ومفيش فلاجيلا خارجه يبقى ليشمانيا اماستيجوت. طيب ايه المنظر اللي قدامك ده؟ بص كده، بص فيوزي فورم ان شيب سنترال نيوكليوس انتيريور كاينيتوبلاست وخارج منه في الفلاجيلا، يبقى ده اسمه ليشمانيا بروماستيجوت. يا دكتور انهي نوع من الليشمانيا؟ لا هم كلهم شبه بعض فمش لازم اعرف النوع، يعني مش لازم اقول ليشمانيا ميجور بروماستيجوت لا، او ليشمانيا دونوفاني بروماستيجوت لا، او ليشمانيا مكسيكان لا لا لا، احنا نكتب ليشمانيا بروماستيجوت. يبقى يا دكتور نفس الكلام، سنترال نيوكليوس والفلاجيلا انتيريور والكاينيتوبلاست انتيريور، يبقى دي اسمها ليشمانيا بروماستيجوت. اسمها ايه؟ ليشمانيا بروماستيجوت. نفس الكلام، ركز كده، ركز، تعالى كده نعمل زوم. بص ادي فيوزي فورم ان شيب سنترال نيوكليوس، ادي الكاينيتوبلاست وادي الفلاجيلا خارجه، اهو سنترال نيوكليوس انتيريور كاينيتوبلاست وادي الفلاجيلا خارجه، يبقى دي اسمها ليشمانيا بروماستيجوت. نفس الكلام يا دكتور، اوصف انت كده ليشمانيا بروماستيجوت، بتعرفها ازاي؟ ادي سنترال نيوكليوس وادي كاينيتوبلاست اهو انتيريور وخارج الفلاجيل. تعرف الكاينيتوبلاست انتيريور ولا بوستيريور ازاي؟ يعني ممكن مثلا يقول يا دكتور طب ما ممكن كده انتيريور وكده بوستيريور، اقول لك ان الفلاجيلا دايما انتيريور، دايما جزء الفلاجيلا انتيريور، يعني فلاجيلا اهي يبقى ده كده انتيريور وده كده بوستيريور، الفلاجيلا اهي يبقى ده كده انتيريور وده كده بوستيريور. يبقى انت بص كده هتلاقي هنا طالما الفلاجيلا خارجه انتيريور هتلاقي النقطه دي معاها، يبقى كده الكاينيتوبلاست انتيريور، يبقى ده وصف الليشمانيا بروماستيجوت، وصف الايه؟ الليشمانيا بروماستيجوت. طيب نفس الكلام ليشمانيا بروماستيجوت، نفس الكلام ليشمانيا بروماستيجوت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه يا دكتور المنظر ده؟ منظر كور، شايف، شايف الكور الصغيره دي، كوره 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 كوره، الكور الصغيره دي يا دكتور دي عباره عن ليشمانيا اماستيجوت، ليشمانيا اماستيجوت. بنعرفها ازاي؟ يعني انت بتعرفها ازاي؟ كان يا دكتور عامله شبه المصاصه اللي ملموم عليها دبان، شبه المصاصه اللي ملموم عليها دبان،
عارفين انتوا دايما لما يجي ايه الشيوخ يحببوكوا في الحجاب ولا يكرهوكوا في الحجاب، عارفين يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ان الفرق ما بين البنت المحجبه واللي مش محجبه هو الفرق ما بين المصاصه المكشوفه والمصاصه اللي متغطيه. المتغطيه ما بيجيش عليها حاجه لانك المكشوف عليها دبان، تمام؟ وتلاقي واحد كده مره واحده تطلع يقول لك اختاه احذري، هو نفس الكلام ده بالظبط. افتكرها بقى بكلمه اختاه دي. انا بقول ما بتكلمش على فرضيه الحجاب من عدمه يا شباب، انا بتكلم بس ايه مجرد تشبيه. يبقى لو لقيت يا دكتور كوره كبيره ملموم عليها نقط صغيره لشمانيا امست جوت، نفس الكلام يا دكتور. بص نفس الكلام، بيبقى لها منظرين، ده المنظر الاولاني والاشهر، كوره كبيره حولها كور صغيره، اهو كوره كبيره حولها كور صغيره، دي كده اسمها لشمانيا امست جوت. وده برضو منظر تاني عباره عن نقط 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 وخطوط موصله ما بين النقط. يعني بص نقطه 2 3 4 خط موصل ما بينها، نقطه 2 3 خط موصل ما بينها، نقطه 2 3 خط موصل ما بينها، يبقى دي اسمها لشمانيا امست جوت. يبقى يا دكتور لو لقيت منظر الفيوزي فورم والنيوكليوس في النص والكاينيتوبلاست انتيريور نفس ناحيه الفلاجيلا لشمانيا بروماست جوت. لقيت نقط صغيره دي اسمها لشمانيا امست جوت، نقط صغيره لشمانيا امست جوت، نقط صغيره لشمانيا امست جوت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب بص كده على المنظر ده، بص كده على المنظر ده، ادي سنترال نيوكليوس والمفروض ان الفلاجيلا خارجه كده بس الصوره مش كامله، وادي الكاينيتوبلاست، يعني الفلاجيلا خارجه الناحيه دي والكاينيتوبلاست الناحيه دي. طالما الكاينيتوبلاست عكس الفلاجيلا يبقى الكاينيتوبلاست كده بوستيريور، طالما الكاينيتوبلاست بوستيريور يبقى دي اسمها ترايبو ماستيجوت، ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت. طب بص المنظر ده، هنا سنترال نيوكليس وادي الفلاجيلا خارجه اهي لونها اسود اهي، طب ما كاينيتوبلاست كده فين؟ يعتبر برضه في السنتر مش هنا، لا هو في السنتر بس جاست انتيرور للنيوكليس، يبقى دي اسمها ترايبانوسوم ايبي ماستيجوت، ودي كده الترايبانوسوم امستيجوت. ثلاث صور برضو موجودين عشان لو جولك صعب يجيلك صوره دايجراماتيك ولكن اعرفهم. يبقى دي كده اسمها ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت، دي اسمها ترايبانوسوم ايبي ماستيجوت، دي اسمها ترايبانوسوم امستيجوت، ترايبانوسوم برضو امستيجوت، تمام؟ مفيش فرق على فكره ما بين الترايبانوسوم امستيجوت والليشمانيا امستيجوت، بس فرق بس صغير كده خالص اقول لك عليه دلوقتي. طيب ركز كده معايا، ايه المنظر اللي قدامك ده يا دكتور؟ ادي منظر، ادي الفلاجيلا خارجه اهي، خارجه الناحيه دي، خارجه كده، والنيوكليوس موجوده في النص، وادي الكاينيتوبلاست ورا. الكاينيتوبلاست ورا يعني بوستيريور، يبقى دي اللي اسمها ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت. اسمها ايه؟ ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت، ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت. يبقى لو لقينا الكاينيتوبلاست ورا ترايبانوسوم ترايبو ماستيجوت، نفس الكلام، ادي سنترال نيوكليوس اهي، وادي الفلاجيلا خارجه اهي، وادي الكاينيتوبلاست موجود ورا. طالما لقيت الكاينيتوبلاست كبير كده وموجود ورا النيوكليوس يبقى دي اسمها ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت، اسمها ترايبانوسوم ايه؟ ترايبوماستيجوت. نفس الكلام، ادي الفلاجيلا انتيريور وادي النيوكليوس في النص، هي مش في النص قوي بس مش مشكله، ادي الكاينيتوبلاست. طالما الكاينيتوبلاست ورا النيوكليوس والفلاجيلا قدام النيوكليوس يبقى دي اسمها ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت، اسمها ايه؟ تي تي، ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت. بص كده الصوره دي، بص ادي الفلاجيلا انتيريور، ادي النيوكليوس في النص، وادي الكاينيتوبلاست ورا، ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت. نفس الكلام والله، ادي الفلاجيلا انتيريور، ادي النيوكليوس في النص، ادي الكاينيتوبلاست بوستيريور، يبقى اسمها ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت، اسمها ايه؟ ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت. طب بص المنظر ده، ده عباره عن كور، كور يا دكتور بس موجوده وسط مصل، يعني اللي انت شايفه البامبي ده عباره عن مصل، والكوره هي كوره 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 كوره، دي اسمها ترايبانوسوم اماستيجوت. يبقى لو لقيت النقط الصغيره دي موجوده في ماسكولار تيشو يبقى دي اسمها ترايبانوسوم امستيجوت، لكن لو لقيتها موجوده كور ملمومه حوالين كره كبيره، منظر المصاصه المكشوفه اللي ملموم عليها الدبان ليشمانيا امستيجوت. يبقى الامستيجوت لها منظرين، ركز كده معايا، الامستيجوت لها منظرين، لقيتها منظر الكره الكبيره اللي ملموم عليها كور صغيره دي اسمها ليشمانيا امستيجوت، الكره الكبيره اللي ملموم عليها كور صغيره ليشمانيا امستيجوت. لكن لو لقيت يا دكتور منظر الكور دي بس موجوده في ماسكولار تيشو، ده مصل 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 وفي كور بقى موجوده، يبقى دي اسمها ترايبانوسوم امستيجوت. نفس الكلام، ماسكولار تيشو اهو، ماسكولار تيشو في كور 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 كتير، دي اسمها ترايبانوسوم امستيجوت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ايه يا دكتور الحشره اللي قدامك دي؟ دي الساند فلاي، دي الساند فلاي، انت لو تفتكرها من العملي كان يقول لك رقبتها مقطومه اهي، رقبتها مقطومه، ساند فلاي فيميل، وديت كانت الفيكتور اوف ليشمانيا. طب ايه يا دكتور المنظر ده؟ ده الترياتوما باج، ده الفيكتور اوف امريكان ترايبانوسوم او ترايبانوسوم كروزي لو حد فاكر الكلام ده. يبقى دي كده يا دكتور اسمها الساند فلاي، ودي كده اسمها ترياتوما باج او فيكتور اوف امريكان
ترايبانوسوم. طيب طيب تعالى بقى كده ندخل على صور الايه البلاد فيلم. اي صوره يا دكتور هنقولها دلوقتي هتلاقيها عباره عن منظر الكور اللي انت شايفها، اللي هي الكور دي، الكور دي كده اسمها بلاد فيلم. الكور اللي انت شايفها كتير قوي دي اسمها بلاد فيلم، كل ده عباره عن بلاد فيلم. كل الصور اللي جايه دي يا دكتور عباره عن صور البلاد فيلم، تمام؟ اللي هم مين؟ اللي هم البلازموديوم والبيبيشيا، صورتين للبلازموديوم وصوره للبيبيشيا، تمام؟ فهي عباره عن او ثلاث صور للبلازموديوم وصوره للبيبيشيا، فهم كلهم عباره عن بلاد فيلم. طيب تعالى كده نبدا بالبلازموديوم. انا عندي كام صوره للبلازموديوم؟ ثلاثه. خلي بالك الصور هنا كتير، مش كتير، هي الصوره لها حوالي 8 او 9 صور، ولكن هي نفس الليجن، فاهم؟ كده كده كل صور البلازموديوم اسمها بلازموديوم فالسيبار، يعني كل صور البلازموديوم بلازموديوم فالسيبارم. يعني انا ما عنديش صور للاوفال ولا الملاري ولا ما عنديش صور للثلاثه التانيين، تمام؟ يعني لا عندي فيفاكس ولا اوفال ولا ملاري، انا عندي بلازموديوم فالسيبارم. والصور بتاعت الفالسيبارم عباره عن صورتين اثنين، او لو انا هنقولهم يبقوا ثلاثه، رينج ستيج وجاميتوسايت. والجاميتوسايت دي مايكرو وماكرو، بس هما دول صور البلازموديوم. والبيبيشيا صوره رينج ستيج، يعني اسمها بيبيشيا رينج ستيج، بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج، بلازموديوم فالسيبارم جاميتوسايت. ادي الثلاث صور اللي عندنا. هنقول دلوقتي حوالي 30 صوره، بس هم عباره عن ثلاث صور بس، هم ثلاث صور بنفس الليجن بنفس كل حاجه. طيب تعال نبدا مع بعض كده البلازموديوم فالسيبارم. تعرفها ازاي يا دكتور؟ قال لك والله اعرفها عن طريق منظر البلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج، اعرفها عن طريق منظر الخاتم. شايف منظر خاتم اهو، منظر خاتم موجود جوه الار بي سيز، منظر خاتم موجود جوه الار بي سيز، منظر خاتم، ادي الفص وادي الدبله، منظر خاتم جوه الار بي سيز. بيقول لك البتاع ده عباره عن، لما انا عايز اقول كومنت، يعني لو طلب مني كومنت هنا عباره عن ايه، هقول له عباره عن اسم الشريحه طبعا بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. يعني انت مذكره العمل عندك هتلاقيها جدول شمال ويمين، الشمال ده اسم الشريحه، ده اللي بيتكتب، يعني ايدنتيفاي بكتب الاسم زي ما هو مكتوب عند حضرتك، بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. والشرير يا بانكروفتي مايكروفلاريا، ترايبانوسوم ترايبوماستيجوت، ليشمانيا بروماستيجوت، ده الاسم. طب امال الكومنت بقى، اي كومنت في صوره من اللي جايين دول؟ بلاد فيلم. قول له رقم واحد انا شايف صوره بلاد فيلم. طيب بيقول لحضرتك البلاد فيلم ده بيتميز بان الرينج ستيج بتبقى ليها حاجه كده اسمها تو ميروزويت، يعني نقطه هنا كده ونقطه هنا، بتبقى عامله شبه الهيدفون. بص تحس انها منظر الهيدفون، عارفين الستيرو هيدفون، الهيدفون اللي بتتلبس على راس على راسنا كده واحنا بنذاكر، دي اسمها ستيرو هيدفون لايك، ستيرو هيدفون لايك او ستيرو هيدفون رينج. وبيقول لك كمان في حاجه ثالثه، احتمال ان الار بي سيز الواحده يكون فيها مالتيبل انفكشن. يعني بص كده هنا الار بي سيز فيها 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3، فاهمين اللقطه ماشيه ازاي؟ يبقى دايما يقول لك ان البلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. تعرفها ازاي؟ منظر خاتم في الار بي سيز، يقول لك ده عباره عن بلاد فيلم بيبقى فيه منظر رينج ستيج موجود في الار بي سيز. الرينج ستيج دي بتبقى لها ستيرو هيدفون رينج. ورقم ثلاثة ممكن يكون في مالتيبل انفكشن، يعني ممكن يكون اكتر من خاتم في قلب الخليه. نفس الكلام اهو، نفس المنظر ده بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج، نفس الكلام بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. لو ركزت هنا اهي شبه الهيدفون وفي اتنين موجودين في الار بي سيز الواحده، نفس الكلام بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج، نفس الكلام بلازموديوم رينج ستيج، نفس الكلام. بص كل دي عباره عن بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج، مش محتاجين بقى نتكلم كتير. طيب تعال نخش على الجاميتوسايت. لو تفتكر كنت بقول لك ان البلازموديوم بتمر باربع مراحل جوه الار بي سيز، ايه هما؟ كانت مرحله اسمها رينج ستيج، بعد كده تروفوزويت، بعد كده شايزونت، بعد كده جاميتوسايت. الجاميتوسايت دي اللي هي الخلايا المكونه للامشاج. في خليه اسمها مايكرو او ماكرو جاميتوسايت، دي اللي بتكون الامشاج الانثويه الفيميل جاميت، وفي خلايا اسمها مايكرو جاميتوسايت، دي اللي بتكون الامشاج الذكريه. يبقى ماكرو ومايكرو، ماكرو ومايكرو، فاهمين اللقطه ماشيه ازاي؟ طيب نعرفهم ازاي؟ صابع موز، صابع موز في قلب الخليه. بص اهو شايف المنظر، صابع الموز ده كده اسمه جاميتوسايت. المايكرو والماكرو دول صورتين مرسومين، اللي هي الصوره دي والصوره دي، لكن الصور اللي هتجي لك في الار بي سيز او في البلاد فيلم هتقول جاميتوسايت بس، اللي هي خلايا مكونه للامشاج، لا هي ماكرو ولا هي مايكرو، اللي انت مش هتعرف تحددها. يعني صوره صابع الموز ده واللي بيبقى فيه زي ريم اوف ار بي سيز، يعني حته ار بي سيز صغيره كده فاضله، اللي هو الخط ده اللي هو الحافه دي، الريم ده كده اسمها بلازموديوم فالسيبارم جاميتوسايت، اسمها بلازموديوم فالسيبارم جاميتوسايت. اهو صابع موز وسط الكره الار بي سيز بلازموديوم فالسيبارم جاميتوسايت، صابع موز وسط الكره الار بي سيز بي فالسيبارم جاميتوسايت، نفس الكلام صابع الموز وسط كور الار بي سيز بي فالسيبارم
جاميتوسايت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب امال بقى يا دكتور الفرق ما بين الماكرو والمايكرو؟ هما الاثنين هم بص عباره عن صابع موس، صابع موس في ريم اوف ار بي سيز اللي هو الخط ده كده، في ريم اوف ار بي سيز اللي هو الخط ده كده. طب تعرفهم عن بعض ازاي؟ يقول لك انها بيبقى سوساس شيب او بنانا شيبت، تمام، بيبقى في ريم اوف ار بي سيز. يقول لك الكروماتين بيكون في الماكرو بيكون كوندنسد يعني موجود في النص، وبيبقى فيه مالاريا البيجمنت، حاجه اسمها صبغه، صبغه الملاريا. لكن دي بتكون عباره عن سوساج شيبد او بنانا شيبد، بيكون فيه ريم اوف ار بي سيز، والكروماتين بيكون سكاترد يعني متوزع في كل حته، مش كوندنسد في مكان واحد. ده الكومنت اللي هو ايه النظري. لكن صوره العملي اهي، دي عباره عن لو انت عايز تقول كومنتك قول كومنتك كده، ده عباره عن بلاد فيل سوساجن شيب وبيبقى فيه ملاريا البيجمنت وبيبقى حجمها اكبر من الار بي سيز. بص الار بي سيز اهي اهي، ده يعني دي حته منها اللي باين، لا دي حجمها معدي يبقى بيجر ذان الار بي سيز. تمام، في مشكله في الكلام ده؟ يبقى دي اسمها بلازموديوم. يبقى البلازموديوم فالسيبارم عباره عن كام صوره يا دكتور؟ عباره عن صورتين، بي فالسيبارم رينج ستيج وبي فالسيبارم جاميتوسايت، بس ما عنديش اكتر من كده. بي فالسيبارم رينج ستيج وبي فالسيبارم جاميتوسايت، كل دي صور عباره عن بي فالسيبارم جاميتوسايت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه المنظر اللي قدامك ده؟ شايف منظر المروحه دي؟ شايف منظر المروحه؟ مروحه جوه الار بي سيز دي اسمها بيبيشيا رينج ستيج. اسمها ايه؟ بيبيشيا رينج ستيج. يا دكتور انا لما جيت شرحت لك الليشمانيا والترايبانوسوم ما حددتلكش الانواع، خلاص يبقى ما فيش اسم تاني، بقى اسم العيله بس. وهنا نفس الكلام في البيبيشيا، بيبيشيا برضو اسم العيله بس اسمها بيبيشيا رينج ستيج. تعرفها ازاي؟ عباره عن بلاد فيل، وبيقول لك انها بتكون واخده منظر اسمه تتراد شيبد او تتراد كروس، يعني حاجه كده عامله كروس، عامله شبه المروحه. لقيت منظر المروحه ده بيبيشيا رينج ستيج، منظر المروحه ده بيبيشيا رينج ستيج، منظر المروحه ده بيبيشيا رينج ستيج، منظر المروحه ده بيبيشيا رينج ستيج. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ حد يا دكتور فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ طيب يبقى احنا كده ايه خلصنا صور البلاد فيل دي. على فكره برضو بيبيشيا رينج ستيج بس المنظر هنا مش باين قوي اهو، الفرق ما بين البيبيشيا وما بين البلازموديوم فالسيبارم. البلازموديوم فالسيبارم بيقول لك ان كل ار بي سيز ممكن يكون فيها اكتر من واحده، يعني ادي اتنين مثلا موجودين في الار بي سيز. طب هنا يا دكتور بدور على منظر المروحه ما لقيتش، طب افرقها ازاي؟ هنا بقى ده سؤال مهم. لو جت لي الصوره دي في الامتحان انا مليون في الميه يا دكتور هكتب بلازموديوم فالسيبارم. قال لك لا، عشان تفرق الرينج ستيج بتاع البلازموديوم فالسيبارم عن الرينج ستيج بتاعه البيبيشيا سواء كانت دايفرجنز او مايكرو تي اي، بتفرقها عن طريق حاجتين مهمين جدا. اول حاجه البيبيشيا لا يمكن ان تكون اكتر من واحده في الار بي سيز، يعني الار بي سيز دي فيها واحد والار بي سيز دي فيها واحد والار بي سيز دي فيها واحده والار بي سيز دي فيها واحده والار بي سيز دي فيها واحده والار بي سيز دي فيها واحده. لكن هنا لا، الار بي سيز دي بيبقى فيها اثنين، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، الرينج ستيج في البيبيشيا ممكن تكون اوتسايد الار بي سيز، يعني ممكن تخرج بره الار بي سيز، لكن هنا لازم وحتما ولا بد تكون جوه الار بي سيز. يعني يا دكتور البيبيشيا البيبيشيا رينج ستيج منظر مروحه، بيبيشيا 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 رينج ستيج. طب هنا يا دكتور لا مش شايف يا دكتور مروحه، الصوره دي مش حلوه، خلينا في الصوره دي. هنا مفيش مراوح يبقى دي رينج ستيج، هنا ببص لقيت في اكتر من واحده جوه الار بي سيز يبقى دي بلازموديوم فالسيبارم رينج ستيج. طب هنا يا دكتور كل واحده في جوه الار بي سيز واحده وفي حاجات خارجه بره، ممكن وممكن اه، يبقى دي اسمها بيبيشيا رينج ستيج. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى كده نخش على الليجنز. لسه واخدينه ده منظر الاليفانتيزيز يا دكتور، نفس الكلام ده منظر الاليفانتيزيز يا دكتور. ال العلامه دي كده يا دكتور دي اسمها كوتينياس ليشمانيز، دي كده اسمها كوتينياس ليشمانيز اهو، احمرار وفي عندك سكار وفي عندك طبقه جافه، دي اللي اسمها حتى دراي ليجن بالمناسبه، تمام. ولكن لسه احنا بنقول ايه كوتينياس ليشمانيز اهو، منظر الالسر اللي مفتوحه دي كده كوتينياس ليشمانيز. طيب نفس الكلام برضو دي اسمها كوتينياس ليشمانيز، بس لو حصلت في الماوس في منطقه النوز والماوس الحته دي كده بسميها ميوكو كوتينياس ليشمانيز. يعني يا دكتور هنا دي اسمها كوتينياس ليشمانيز، هنا دي اسمها كوتينياس ليشمانيز، دي ايد او رجل. طب امال هنا طالما حاصله في منطقه الماوس او منطقه ال 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 النوز او الليب او التشيك
ميوكوكوتينياس ليشمانيز، اهو حاصله في منطقه النوز ميوكوكوتينياس ليشمانيز. طيب دي علامات الفيسرا الليشمانيا، اقراها كده مع نفسك، نفس كلام النظر، نفس الكلام ده فيسرا الليشمانيا. العيان دوت عنده سبلينوميجالي، عنده هيباتوميجالي، عنده اسايتس، عنده بلاكنينج في السكين، دي كلها علامات الايه، دي برده نفس الكلام فيسرا الليشمانيز، كل ده نفس الكلام كالازار او فيسرا الليشمانيز، كالازار او فيسرا الليشمانيز. طيب ايه يا دكتور المنظر ده؟ حته كده قرصه ناموسه، قرصه كده، القرصه الصغيره دي اللي اسمها الشاجوما، شاجوما اللي هو مكان ما الترايتوما باج بتنزل الامريكان ترايبانوسوم، اسمها ايه؟ شاجوما. اسمها يا دكتور شاجوما. طيب لما تلاقي في عندك بيري اوربيتال اديما وفي عندك كونجنكتيفايتس، دي اللي كان اسمها روماني ساين، دي اللي اسمها ايه؟ روماني ساين. هنا في دكتور اديما شديده جدا وكونجنكتيفايتس، والبيري اوربيتال اديما واضحه جدا في اللاترال فيو، يبقى دي اسمها روماني ساين اوف امريكان ترايبانوسوم. طيب بص كده على القلب، القلب هنا ده حجمه كبير، القلب المفروض ما يعديش الحته دي، وصل لحد هنا الابيض ده، هو القلب ده كده اسمها دايليتد كارديوميوباثي او كارديوميوباثي، دي اللي بتحصل مع عيانين الامريكان تريبانوسوم. ده كده يا دكتور دايليتد اوسوفيجاس او بيسموها ميجا اوسوفيجاس. الاوسوفيجاس شايف حجمه عامل ازاي؟ الاوسوفيجاس ده بيبقى انبوبه صغيره جدا، كون ان هو تضخم بالمنظر ده، ده اسمه ميجا اوسوفيجاس، شاجز ميجا اوسوفيجاس. طب هنا الكولون برضو في دايليتيشن حصل فيه، دي اسمها دايليتد او شاجز ميجا كولون، دايليتد ميجا كولون او شاجز ميجا كولون. دي علامات الالجد ملاريا، دي علامات اللي هي الكومبليكيشن بتاعه الملاريا. ويبقى كده خلصت جزء الايه العملي، خلصنا كده يا شباب العملي على خير. هنزل لكم طبعا مع الفيديو دوت المذكره، وهنزل لكم معاه الفيديوهات بتاعه العملي. اشوفكم على خير يا اولاد، سلام عليكم.